وداعا رمضان. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يودع رمضان بقوله: اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر إيمانا واحتسابا وأدرك ليلة القدر وفاز بالأجر. جعلني الله وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلني الله وإياكم من الفائزين بيوم الجائزة، وكتب الله لي ولكم صيام رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة، وجعلني الله وإياكم من المتقين الفائزين بهذا الشهر الفضيل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقني الله وإياكم الإخلاص والقبول في العمل. كل عام أنتم بخير.